سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة ترجع باكر دامك. الساحل ناديك من قبلك من ماجه، زار الدنيا بعلمه، شفت شراعك مثله. ويتم المحمل يومين وثلاث واربع، كل يطرحوا هني وسح من البصره حتى تمرنا. هاي سحنا هذا ما يكفي على البلد اللي يدور القيض، يجيبوا لهم البصره سح مال ميناء، يعني بلادين هناك اسمها ميناء واسمها ايران، يعني فيها بلادين يجيبوا من هناك ويشتروا تجار ويبيعوا شيء محامل يسافرن، يعني في حله الجود، في ودام، في هني عندنا احمد بن عبد الله، مايد بن سالم مزروعي، هذا اللي عندهم سفن يوصلوا البحرين، يوصلوا افريقيا، يعني هذا شيء. الحين انتهت السفن. وش يشيلوا معهم كانوا من هنا؟ يشيلوا معهم هذا التجار البضاعة، مثل حطب يخبزوه به هناك، يطبخوه به هناك. يعني هذه الكويت كانت اول ما فيها يعني حطب، ما فيها شيء، ماها من البصرة، واكل طعام هوشم من البصرة، يسموه تشولان. الحطب يشل من عمان، يقص هنا كان منايل لبطي بن راشد هذاك بيته، هني من يال كله حطب سمر صلوب، هذا يفشقوه يحملوه يودوه، هذا لك هناك يخبزوه بيعيشوه به يعني. هذا هي. لكن بتقول مثل يطلع مواد غذائيه من هنا حق الخارج، ماشي نستورد، بس تستوردون مواد غذائيه؟ نستورد مواد غذائيه، يطلع من هنا بس السح؟ بس السح والحطب واللومي وزعتر، مثل بتقول هذه الاشياء، والدبس العسل هذا. والبضائع الباقية تبقى بس محلي؟ محلي. ممكن تروح مسقط؟ تروح مسقط، تروح إلى صحم، إلى دبي، توصل دبي. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة ترجع باكر دامك. الساحل ينادي. وكغيره من شباب ذلك الزمان، فقد سعى ضيفنا وهو من أهل السويق، سعى إلى البحث عن الرزق بين السيف والهراب في عرض البحر، حيث الله برحمته وعطفه من فوق، ثم السفينة التي تقودهم إلى بر الأمان. فسافر مع أهل صور منذ صغره، حتى أن بداية سفره كانت بدون أجر، إنما بهدف التعليم فقط. أنا والله سافرت في خشب هالصور، سمعت كيف؟ حتى أساميه نعرف، مثل ما تقول السبع، معقولة، الباز، الفوز، ذات كريم، يعني هذه الخشب أساميهن يعني. هيوه سفن أهل صور. أهل صور هذين، هيوه أهل صور، الحسني هذين، يعني كلهن هذين أنا سافرت فيهن، يعني الخشب هذا أحفظ أساميهن من يوم أنا عمري 12 سنة، أنا أحفظ أسامي هذا الخشب. وإيش كنت تشتغل في الخشبة؟ أنا صبي، أنا والشماي. يوم كنت صغير؟ أي يوم كنت صغير، عمري 12 سنة، ما أشتغل بحار، بروق أزبطني بس اكل عيش، بعد عيش ماشي، اكلات معفوسه لموجوده، فلوس ماشي، الا كان يوم عادي يعطوهم سلفيه، بتقول وخوذ في الاماكن، في الاسفناك، في الاماكن البحار يناوشك ربيتين، هاي يناوشك ثلاث ربيات، هناك على صرف السواحل شلينجين، سمعت في عدن شلينجات، كان شلينج شلينجين، من هذا شلينجين، من هذا شلينجين، من هذا محمل فيه 40 نفر، تطلع لك ب40 شلينج، تطلع لك ب40 شلينج، تشتري لك ملابس، وهذا يعني يعرفوا ان هذا بيقابل اهله 11 شهر رايح عن اهله، يوم بيجيهم كذا ما يصير، هذا ينفعوا، النوخذ بيعطيك بروحه 5 شلينج ولا 10 شلينج، يعني وتأداب وتعلوم بحر وكذا، بدل ان ما نعرف نغوص غصنا، بدل ما نعرف نسبح سبحنا، بدل يعني هكذا، الموج صادرنا، عرفنا امكان البحر ايش، الموجه كيف، بحر صعيب، بحر صعيب رهيب، خاصه ما هذا هذا بحرنا احنا غاله، تمشي بين برين، هذا بر عمان وهذاك بر مكران، انت تين باغي تبغى الكويت تروح فيه غاله، لكن هناك تطلق من جميع البرور، ما يلك بر هناك، ما يلك بر، سماء اسمه السيف والهراب، لو صار عليك اي حاجه بسلامتك يعني مشكله تنجي، كم بتسبح، كم بتغوص، كم لجه تمشيها شهر أو 40 يوم. الساحل ينادي.
ترى مسوي له مكان والمحمل ما مثل الحين محامل يولع نار يولع نار نعم الخشب قلت لك يعني مسوي له صندوق يعني كبير ومصلوح بطين وبهذا مترتب هناك في البلاد ويتم لف المحمل يوم يشور المحمل فوق صريدان مكانه مثل تقول حجرة ثابتة ما يتأثر أبدا والنار لو تلبق ما تلبق معناته ما يلحق الخشبة داخل الطين هذاك توافي سووا له توافي تركب فوق يركب فوق الصفرية هذه هيوة يوم يستوي موج يطبخ الطباخ يطبخ لا كان موج مهلك لا كان موج مهلك كل شيء الحاجة تطير من يده كل حاجة الجدر مثل الماء على ما يضرب بصدره يطيش هذاك يسمح وأما يوم لكاك ما يعني أشياء قليل هواين قليل لا يطبخ يبوا يأكلوا 40 نفر 35 نفر قليل إلا في 20 محمل صغير أما المحامل الكبار على 45 نفر وإيش كانت وجباتهم البحرية؟ وجباتهم أول ما شعيش يسووا لهم أشياء يعني مثل عصيد مثل الأشياء هذه عقب من جل عيش عاد قام يسوي عيش يسوون العيش عقب أول ما شعيش مثل ما تقول عصيدة مثل نوع هذا في سمك عصيدة من نوع مال سمك ما في سكرية يعني ماشي شكرية في سكر ما سكر هذه هذيك مال السكر غير لكن هذه معها ملوحة مالح عوال وفاحت ويا الله من ذهب وهذا وتيم الغداء قال انشر غرف غرف في الصياني عوامل كل عامل عليها 5 6 انه اخذ هناك بيا ربعه سكوني والربان ويعني ارواحهم عاملتهم فوق الشتري الشتري هذاك بتقول عباره انه كانه هو فوق الغرفه هذا المخزن ترى هو مفروض حق الاشياء هذه كل شيء الحمال الحطب مثل الحمال او بز او عيش او شيء له مكان وهذا معيشتهم اللي بياكلوها لها مكان ومطبخهم له مكان ومحل نومهم له مكان احمل موزع تقول بيت مثل البيت هذا الراشن معروف كم يوديهم ويرجعهم مثلا اذا خلص وجاب اندر زاد إذا العيش عيش إذا سمن سمن إذا بزار بزار إذا طحين طحين إذا بصل بصل يعرف إن يقول الوكيل ترى شيء ناقص هذا. وش يسموه هذا المخزن؟ دبوسة. 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 هذا وهذا وكيل دبوسة حتى النوخذة يقول أوه وكيل دبوسة مثل العصور. هذا المسؤول. المسؤول النوخذة. فيش قاصر عليك ترى أنا بنطلع من بلد الفلانية. فتش. قاصر عيش. قاصر عيش. قاصر مثل صبار قاصر مثل بصل قاصر مثل سمن قاصر ملح ملح يعني تفاقد اشياء تخلف في الدبوسه كيف يكسر الماي يصير استعمال عليه استهلاك يشرب ويشوفوا وايد توانكي كبار كل تانكي شويه اصغر من العريش هذا في المحمل 3 كبر العريش هذا شويه اصغر متروسات يعني بيتملح حول كامل لكن كل ما يجي بلد يزيد كل ما يجي بلد زاد اول بيجوا هنا بذي الجيش هذا بدل الجيش هنا غربينا هذه بدل الجيش محمل يعني طوي حق المحامل هذه هالصورة يومية من هناك تلقى لك هذا المكان كله خشب مسويها ظلمة هنا تقول بواخر مثل بواخر سحل مال عيوم يحمل النفط إن هيك يجيبوا شرعهم فوق هنا فرمول ويخيطوهن ويزيدوهن في حق المشي مثلا يتموا 14 يوم 12 يوم يعني يتموا يخيطوا شرعهم يسلقوا ماي من الطوي هذه يعبوا توانكيهم يسافروا وين عاد يبون البصره طوي بدي قش معروفه على البحر هي موجوده كل اصحاب السفن يعرفونها موجوده موجوده على البحر لكن الحين ملحت اول شيء نجي من العشار يسمونه العشار هذا وين؟ هذا في البصرة. وانتوا رايحين البصرة. البصرة. دخلنا العشار وربطنا تقريبا 10 أيام أو 8 أيام خذينا رخصة ورحنا أبو الخصيب. أبو الخصيب هذا من شان التمر هناك. هذا النخيل وهذا المحمل. تشوف الرطاب متعلق. عادي يهبط النوخذة وهكذا شيء مع الذي هم التجار وهكذا شيء ربعهم وهذا يوعدوا لين يدوا. يدوا التمر هذا. وسووه يعني ذاهب صفدوه وسووه في القلات هذا في الخصف هذا اشوف كم الف
قال له ياخذ يجيبون عاد في هذا هواري يسموهم هيلة، يابو في المهيلة لين حمل ولين خلص له ياخذ له شهر، شهر كامل، شهر شهر أول ينتظر تقريبا فوق 15 يوم، يدوا يبسوا السلاح خلوه في الخصاف هذاك، خاطوه حملوه في هاي لك التشاشيل بنقول المهيلة لين شحن المحمل خن وسطح أول كامل. أول بيشكر الخن وعقب السطح، عقب سح البحار، البحار بعد له حق يعطى سح من النوخذة إلى 8 قلات سامح له كل واحد 8 قلات، هذا يبيعهن في السفر هناك، أما باعهن في أفريقيا ولا باعهن في عدن ولا في اليمن أو بر الصومال أو بر المهرة يبيعهن له، يعني يحصل بعد من غير الفلوس اللي بيعطى كم يعطى الريال أول يوم يشل؟ يعطى 50 قرش حول سنة 50 قرش 50، هاك 50 إذا هو رشيد ويقدر يصلح نفسه بيحصل فيه 300 قرش، ولا هو لعاب يوم يجي بعده ياخذ من عند النوخذة سلفية. الساحل ينادي كوسي يودي إلى يجيب إلى من السواحل من أفريقيا يجيبك إلى عمان يوديك إلى الخليج، لكن بياخذ عليك الفترة هذه كلها كوس، كلها كوس، كلها كوس يوديك الغرب وبيفتر وفي تيم بيدور كله شمال شمال يوديك، يوديك الى صلاله، يوديك الى يسمون افريقيا، يوديك الى صومال، يوديك لا مشرد. وايش من هو اللي يوديك للهند؟ الهند هو شمال، شمال يوديك. أيوة بعد الهند. ايوه الهند تمشي كذي، كل ما تدخل في العمق تمشي كذي حد، لان محيط الهند هذا، لكن زنجبار هني، هذه زنجبار الهند، انت تدور دور ما دار، هذه بر افريقيا هذه عندك، لكن الهند ها تمشي هكذا. ايوه من خليت نوس بتفر المحمل وقبل صدر المحمل كذا تمشي كله نكس كذي، ما تمشي كذي ولا تمشي شرق سيده، تمشي كذا نكس وانت تدور وانت تدور. الحين افريقيا هني، لكن البحر ترى متسع لس في القياس هنا، اما الهند هذا، الهند هذا سيده تدعم كل ما تصير تدخل محيط الهندي، محيط الهندي لين حصل علامات بويات ما بويات اشياء قربت للهند، اشياء علايم بحرهم مسوي له 7 خشبات عصر ذيك الساعه، عصر حدود الساعه 4 وهن يتزارقن بلا شرع، الموي تدفرهن بس، والحبال هذا والدقل يسون عويان قالوا يلا وليدات يلا صغيرين يلا، حتى ولاد السنبوق، ولاد السنبوق اكبر منا عمره لا يقل من 16-17 سنه، قالوا له داخل ماشي الا بحريه بس تشتري تحت شتري تحت شتري مره ما يبغون نشوف ذيك الموجه شفناها وقالوا لنا داخل شو موي جبل موي جبل جبل سوداء غبه زرقاء ما فيهم قلوب بتطش قلوبهم هاي المحمل تشوفه يوم تشل الموي ترد حد تقول الغام قايم به ويخطف لك من هنا الى حاره شرقيه لا 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 وقف وقف بحي وقف شلته ثانيه يمشي يمشي موج يوم تضربه في الرقعه يخطف لا 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 السكان فوق نفرين الشرق هذا يسار هذا يمين يلا يسندوها اذا قالت كذي واعترضت بتجي تنقلب مره هنا عاملين كذا شاهدني ها ها قبض 4 سكونيه وبعد ها امسك امسك الى دار الشرق ميدينه ولفت كذي ولا كذي يات بس يقلبه يعني موي رهيب لكن يعني صناعه مصنوعات ومقابلات بدهان صل شحم وذاك هذا مره قلفات كل شيء سافر بحفظ الله سافر وقت الغبشه ترجع باكر داره الساحل ينادي. وعلى الرغم من صعوبة التنقل بين سكان الساحل وسكان المناطق الداخلية في عمان قبل السبعينات إلا أن هنالك تواصلاً تجارياً كان يتم بينهما حيث يأتي أهل الداخل إلى الساحل لعرض بضاعتهم وشراء ما يحتاجون من البضائع التي تباع في أسواق السويق. كان يجيبوا الرطاب ويجيبوا الجداد هذا العسق الجداد هذا الداخل يجوا من هذه من رستاق ويجوا من يسمونها هذه
الحزم ويجوا من هذه الحيلين ويجوا من المبرح، سمعت كيف؟ ويجوا من هذه يسمونها وحده هنا سيارة المصنعة، سيارة مسموها هذه سيارة السلاق، شو اسمها قبل هذه البارة ذكرتها أنا الحوقين، ويعني هذا ويجوا مني من فلج بن ربيعة، حد يصير خابورة حد يجي هنا الخضرة، لأن الخضرة فيه كان عجايز يبيعن، هذا سوقنا عصر سوق واقف اللي خبرتك عنه، ينترس كل نسوان عجايز يجيبن قفران كذي سامان هن وهذا ويبيعن، يفرشن هذا مال طربال شيء من الداخل، هي سامان من الداخل، من المناطق الداخلية، إن ماش عندنا رطب احنا غير أم السلة هذه، بس هذا رطبنا يعني صحتنا يعني هذه هي هذه بس أم السلة هذه اللي تشوف النخيل هذه هي هذه، وأما الرطب الزين والرطب يسمونه خصاب مثلا الهلالي مثلا بتقول يعني هذه قوم زبد مثلا هذه الأشياء من هناك من الحير من عمان الداخل. وإيش يأخذوا معهم لما يرجعوا من هنا؟ يأخذوا قاشع، يأخذوا عومة، يأخذوا هذا أطباق، يأخذوا جريور، يأخذوا منه. يتموا فترة؟ يتموا فترة يوم يومين وروح، ما عند السمك يحصل يريور طباق ما يتم وايد علشان يلحق عليه، اولا هذا راعي القارب لما جابر على الشاشه خلاه على البحر، عاد ايش ثلاجته؟ ثلاجته ايش؟ يعرف ان الحضر باكر يجوا من عمان الداخل، هو يحفر له جفره هنا على البحر ها ويدفنه برمل، بيتم تحت الرمل هو يحسب له يوم يومين بيجي، هو يتم ثلاث ايام لين يجي، هذا تحت لهناك يوم يطلع ساهوب مسوي مثل بيبسي، يوم يطلع غاز ماله حموضه، عاد في حموضه قصوا هذا صف دول رفع شله كلوا بعد ناس هناك ما يتاثر، لا يعني في خموميه ولكن البزار يخلي زين، والجوع بزار وجوع متولد وجوع اهوه